العاصمة الليبية طرابلس تستقبل وفدا تركيا رفيع المستوى واتفاقيات جديدة تبرم بين البلدين. زيارة تركية أرادت من خلالها أنقرة التأكيد على أهمية دورها في دفع مسار التسوية السياسية الليبية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا. وقعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية. الاتفاقية تهدف إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وذلك وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية. هذه اتفاقية موقعة بين بلدين صاحبي سيادة، فقد أبلغت تركيا وليبيا الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاقية، ونحن سجلنا حدود جرفنا القاري لدى الأمم المتحدة، والآن على ليبيا تحديد جرفها القاري ومناطق الصلاحية البحرية التابعة لها وتسجيلها لدى الأمم المتحدة. أبعاد اقتصادية أيضا كانت حاضرة في الزيارة، حيث وقع طرفان مذكرتي تفاهم في مجالات الطاقة والغاز إلى جانب التنسيق المشترك لحشد الدعم الدولي للحل السياسي في ليبيا. من المهم التأكيد على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، مذكرة التفاهم فيما يخص الطاقة النفطية والغاز، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية وما لها من تداعيات اقتصادية دولية على العالم. كما تطرقنا خلال الاجتماع لتحضيرات عقد المجلس الاستراتيجي الأعلى الليبي التركي في طرابلس، والذي سيواكبه عقد منتدى الشراكة الليبية التركية. ويرى مراقبون أن الاتفاقيات المشتركة لها انعكاساتها الإيجابية لصالح البلدين الصديقين، خاصة وأنها امتداد لاتفاقيات سابقة أسهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتوازن في ليبيا، الأمر الذي أسس إلى عودة لغة الحوار. ما تحقق الآن هو عدم وجود حرب بإذن الله، لأن هذه الاتفاقية وضعت ركائزها على بسط الأمن والاستقرار والدفع نحو ذهاب الليبيين إلى الانتخابات. وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة قبل نحو 3 أعوام، أكد وزير الخارجية التركي أن الأطراف المحلية التي كانت تعارض المذكرة أيقنت أهميتها لليبيا. منذ نوفمبر 2019 تشهد العلاقات التركية الليبية تطورا كبيرا في مختلف المجالات، في وقت يعول فيه الليبيون على مساعدة تركيا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في بلدهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.